الخيال ناقص ومربط الفرس ناقص. مربط الفرس هو الطفل والمدرسة، وانك تحضر الدولة فعلا للقادة، يعني تحضر قادة تحضر لهم الدولة، وانت تيجي كده تقول، ودي قلتها كتير مرات كثيرة جدا، انك انت مصر محتاجة قد ايه؟ 2000 واحد عشان يديروها، اعملهم من النهاردة، بس تاخدهم بعد 25 سنة، خد اطفال عمرهم 5 سنوات وربي البني ادمين، اعمل تعليم صح عشان ما يبقاش الشارع شكله كده، اعمل تربية صح عشان الأخلاق ما تبقاش بالشكل ده. النهاردة كل، يعني أنت شايف في فوضى اجتماعية، ده فوضى في الأخلاق والسلوك الاجتماعي، ومفيش علم بيدير المنظومة التعليمية، كلها خوف. التعليم الأساسي ده إجباري ومن غير فلوس خالص. أيوه. ولازم تعرف تحدد المناهج، وانا مستعد ادي الحكومه دي المناهج اللي اتعملت سنه 37 من الوزير زكي العرابي بقرار. السنه الاولى الابتدائي الاول، يعني ايه المواد وكل ماده ليها كام حصه، سنه تانية مواد ايه وليها كام حصه. النهارده بقى 2016، طبعا التعليم التكنولوجي ده مهم جدا، وطريقه الابحاث، انت يا راجل ما عندكش في جامعه واحده معمل يطلع لك علماء، هو ده اسمه كلام. مبعوثين ايام ما كنت في باريس، في مبعوثين كانوا بيقعدوا 4 5 سنين والدوله بتصرف عليهم وما يرجعوش. فانا مره سالت 2، مش ده رايح امريكا وده رايح المانيا، فقلت له انت يا ابني مش عايز ترجع ليه؟ انت مش اتعلمت؟ ما تروح تفيد. قال لي انا مستعد افيد باي شكل، بس هل انت خلصك انا اروح بعد ده كله وامسك تباشيره وصبوره وعدد مهول؟ طبعا منطق.